السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة من الحلقات اللي بتصدر على اليوتيوب. في حلقة النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاسة السمع عند الإنسان. هنتكلم عن موضوع السمع عند الإنسان. طبعا أنا عارف إن حلقة زي دي ممكن ما تبقاش مثيرة لكتير من الناس اللي عايشة في زماننا، عايزة تتفرج على حاجة، عايزة تملي عينيها من حاجة، وللأسف هو ده الضلال اللي الإنسان عايشه في الزمن البصري اللي احنا فيه. بداية كلامي هقولك إن السمع هو الحاسة الحصرية الوحيدة اللي بتتعامل بيها مع الغيب. يعني لو أنت مش عايز تفهم السمع، تنشط السمع جواك، والله لن تنجو، والله لن تدخل إلى رحمة الله وإلى جنة الله إن لم تكن تسمع. أنت تعرف في النار كل ما الملائكة بتاعت النار بيدخل عليهم فوج جديد، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. بيقولوا إيه بقى؟ لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. خد بالك، نسمع أهم من نرى. ليه؟ لأن احنا عايشين في زمن الدجال، الرؤية، البصر، الألوان، الفوتوشوب. مفيش حد بيسمع حاجة. لم يعد الناس الآن في هذا الزمن يسمعون الله ولا يسمعون أصوات الملائكة. الناس زمان كان عندهم مهنة، ودي مفاجأة على فكرة من المفاجآت التاريخية اللي مش مكتوبة في كتب التاريخ. الناس زمان في الحضارات القوية العتية الفتية زمان كان عندهم مهنة مش موجودة في الزمن بتاعنا، اسمها ايه؟ المستمع. مهنة اسمها المستمع، والناس المستمعة دي بتبقى خارقة. ما تفكرش أي واحد بيشغل مهنة المستمع، لا، ده واحد عنده من الشفافية النفسية والحسية ما يجعله يستطيع أن يسمع حاجة هتحصل، بيسمعها كده من فراغ. ربنا بيقول أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم. اسم فاعل بسلطان مبين. أنت تعرف إن الصين عملت أكبر تلسكوب أو مرصد سمعي، عمل زي طبق الدش كده، أو طبق الدش أو طبق البرابول، يعني الطبق اللي بيستقبل الإشارة من فوق. الطبق ده بيبقى مقوس كده عشان يتلقى أكبر نسبة من الإشارة. الصين عملت فوق في منطقة جبلية بين أحد الجبال كده، عملت طبق كبير بيلتقط الأصوات والرادارات والمسائل دي، عشان تسمع ايه الأصوات اللي جاية من فوق، عشان تلتقط أي إشارة نازلة من أي قمر صناعي. يعني التلسكوب ده أو المرصد ده عبارة عن ايه؟ ودن. يعني دي ودن كبيرة. المجتمع من خلال هذه الأذن، المجتمع الصيني عايز يسمع ايه اللي بيحصل. انت تعرف بقى في الأزمنة النظيفة أو في الأزمنة اللي كان فيها المجتمعات تفكيرها أنظف من الوقت، طبعا ما نقدرش نقول الأزمنة نظيفة أو لا، هذا اللفظ لا يجوز، لأن الزمن كله واحد، مش حاجة اسمها الأزمنة الكويسة أو الأزمنة الوحشة، الزمن كله واحد. إنما المجتمعات كان تفكيرها نظيف في أزمنة كانوا مركزين على موضوع السمع ده. كان عندهم مهنة المستمع. مهنة المستمع ده بيقعد كده بحسته القوية دي يسمع ايه اللي هيحصل، هيحاربوا ولا لا، هينتصروا ولا لا، هتيجي أزمة ولا لا، بيسمع. ولذلك امتدادا لهذا الكلام كان في زي ما احنا عارفين في سورة الصفات ان الشياطين، ربنا بيقول ايه عن الشياطين؟ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة. لا إيه؟ لا يسمعون. يعني ده معنى إيه؟ بالنسبة للملائكة، بالنسبة للسماوات، ما تقدرش تشوف حاجة، أنت بتسمع بس، بترمي ودانك، يعني حاسة البصر دي ملهاش لازمة في السماوات لأنك مش هتشوف حاجة. في عالم الملكوت، في عالم الملائكة، في عالم الغيب، كله في عمى، يعني مفيش حاجة بتتشاف أصلا. في عالم الأمر لا يوجد رؤية وإنما يوجد سمع، كلها أصوات، فمن خلال الأصوات بتعرف في حاجة جاي ناحيتك، في حاجة هتبعد عنك، في قدر جاي لك، في قدر هيروح، في نعمة جاية، في نعمة هتمشي، من خلال الأصوات. جميل جدا. إذن السمع مقدم على البصر، ولذلك ربنا لما خلق الإنسان بيقول إيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. خد بالك من ملاحظتين، الملاحظة الأولى إن السمع مقدم على البصر، الملاحظة الثانية إن السمع مفرد والبصر جمع، السمع والأبصار. ليه؟ لأن السمع ما بيكذبش، لأنك لما بتسمع فأنت بتسمع صوت موجود بالفعل، أما لما بتشوف فممكن يخيل إليك، فممكن تشوف صورة وتشبهها بحاجة تانية ما هيش هي، ولكن السمع لا. ولذلك السمع مفرد، إحنا كلنا عندنا سمع واحد، سمع، جعل لكم السمع، وهو نظام واحد عندنا كلنا. ولكن والأبصار، إحنا عندنا أبصار غير بعض، أنا بشوف أشياء معينة، أنت بتشوف أشياء تانية، أنت بتركز في الرؤية على أشياء تالتة، أنت الأبصار مختلفة ولكن السمع واحد. يبقى إذن حتى ربنا سبحانه وتعالى لما كان بيقول لموسى اذهب أنت وهارون، اذهب أنت وأخوك إلى فرعون، ربنا بيقول لموسى إيه؟ إنني معكما أسمع وأرى. اشمعنى يا ربنا؟ ربنا سبحانه وتعالى قدم سمعه على رؤيته، أسمع وأرى، لأن الأصل السمع. الرؤية دي عبارة عن نتيجة. هو تعالى نشوف إيه الفرق بين الصوت والصورة، لأن إحنا في عصر تقديس الصورة، الضوء، النار، ولذلك وده كلام رائع جدا إن شاء الله هعمل له فيديو لوحده، هديكوا الوقت نبذة. البهوات الضالين اللي بيقودوا العلم في زماننا جعلوا من الضوء معيار كل شيء، هيقول لك ايه؟ سرعة الضوء، البتاع ده بيبعد عننا كام سنة ضوئية، النظرية النسبية مبنية على سرعة الضوء، كل حاجة عندهم ايه؟ الضوء 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 الضوء، أصبح هو المعيار. ولم يعد الصوت أو لا يعتدوا بالصوت كمعيار لقياس الأشياء، مع إن هم نفسهم اللي عاملين الضوء كل حاجة في المعادلات الفيزيائية، في المنطق، في الفيزياء، في الكلام ده كله، عاملين الضوء هو كل حاجة. هم نفسهم لما بيجوا يبقوا عايزين يقيسوا قاع بحر معين أو قاع محيط أو أيا كان، السفينة بترسل إيه؟ بترسل إشارة ضوئية ولا إشارة صوتية؟ إشارة صوتية. لو المركبة أو السفينة أو الغواصة أرسلت إشارة ضوئية لن تصل، لأن الضوء هيمتص وسط المية، خلاص هتخلص. بيرسلوا صوت رادار، إشارة صوتية بتخبط في الصخرة وترجع، فبتديهم المسافة اللي ما بينهم وما بين الشيء. ليه؟ لأن الصوت، يعني هم نفسهم اللي بيقدسوا الصوت، بيقدسوا الضوء، بيقدسوا الصورة، بيقدسوا النار، بيجوا في حالات كتير يستعملوا الصوت، لأن الأصل في الحياة هو الصوت، مش الضوء مش النار. ولذلك يقدم الله سبحانه وتعالى السمع على البصر، إنني معكما أسمع وأرى. طيب السمع أكبر وسيلة استقبال وتغذية عند أي كائن، أكبر وسيلة استقبال. أنت مثلا عايز فلوس، ماشي، عايز تاكل، عايز تشرب، عايز تعيش، عايز تتحرك، عايز كل حاجة، عايز أيا كان أنت عايز إيه. ده كله عبارة عن استقبال. أنت بتستقبل مال، بتستقبل تقدير، بتستقبل حب، بتستقبل حركة، بتستقبل أيا كان الاستقبال. أعمق وسيلة استقبال عندك البحتة إنك تسمع. لما بتقعد تسمع أنت بتقعد تستقبل، بتتغذى. ولذلك أنت ممكن تقعد تسمع حاجات معينة فتلاقي نفسك في عالم الواقع بتستقبل فلوس. ممكن تقعد تسمع حاجات معينة ففي عالم الواقع تلاقي نفسك بتستقبل أمراض. ممكن تقعد تسمع مثلا أفكار معينة فتلاقي نفسك في عالم الواقع بتخسر فلوس أو يعني السمع. يعني عايز أقول إيه؟ أي حاجة أنت هتستقبلها في عالم الواقع تأكد إنك سمعت مثلها في عالم الأمر، لأن الاستقبال يبدأ بالسماع. ولذلك ربنا قال لك إيه؟ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني طريق الجنة، النجاح في الحياة بيبدأ بالسمع، إنك تقعد تسمع، مش إنك تعمل، إنك تقوم تعمل وتبذل، إنك تقعد تسمع ربنا. تسمع ربنا إزاي؟ تسمع كلامه. ولذلك هديك مثال بسيط على موضوع السماع ده وربنا بيشوفه إزاي سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى. أب عنده عدة أولاد، بيقعد على الأكل أو بيقعد في أي مكان، بيقعد يقول لهم يا أولادي خدوا بالكم من كذا، اعملوا كذا، الناس ماشية بالطريقة الفلانية، احفظوا نفسكم من كذا. بيكلمهم، حلو، حريص عليهم، أب وحريص على أولاده، فبيرعاهم، بيكلمهم وبيكلمهم كتير، وما بيكلمهمش بتخويف، بيكلمهم بحب، بحرص، بحكمة، بيعلمهم. طيب العيال دول بقى في واحد أو اتنين منهم اللي لما أبوه بيبدأ يتكلم بيقعد كده يسمع. هو ما عملش حاجة، الولد ما قامش عمل شغل، ما هو بس بيسمع أبوه. والتانيين بيقعدوا بقى يعملوا بقى مشغولين، احنا بننفذ حاجه، احنا بنخطط لحاجه، ويقعد بتاع. هنا رؤيه الاب لاولاده في الحاله دي، هيحترم مين فيهم، هيحب مين فيهم، هيهتم بمين فيهم، هيعطي مين فيهم. اللي بيسمعوا بس عشان بيسمعوا، ايوه عشان بيسمعوا، لان السمع اصلا هو الاستقبال. وبالتالي الاب بقى لما يجي يعطي، اهو في حد من ولاده هيستقبل. الذي استعمل اول اداه استقبال بحق، اللي سمع كويس، هو اللي ياخد. ولذلك ولله المثل الاعلى. ربنا سبحانه وتعالى له كلام، له كتاب يتلى يقرأ، كلنا بنسمعه. ولكن من منا حينما يقرأ القرآن أو يسمع أو يتلى القرآن بيقعد يسمع كده؟ في السيارة يبقى سايق قاعد بيسمع، مش بيشغل القرآن كخلفية صوتية في ميتم أو في فرح أو في عشان يطرد الشيطان من بيته بيشغل صورته. لا 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 لا، القرآن مش يستعمل بالاستعمالات اللي تبين ان الناس فعلا ادراكها سطحي جدا للقرآن. لا لا، بيقعد يسمع. ربنا بيكلمك، ربنا لما بيقول لك يا ايها الذين امنوا او بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وانت تقعد تسمع وبتشغل عقلك مع اللي بتسمعه. لو عدى عليك آية ما فهمتهاش، لو عدت عليك كلمة مش مشكلة، بس انت بتسمع. لأن في بعض الناس بحجة عدم فهم بعض الآيات أو بعض الكلمات يقول لك يا عم القرآن صعب، القرآن محتاج مش عارف إيه، ما أروح بقى ويقعد يسمع في علماء ولا في مفسرين ويسيب سمع. اسمع وربنا هيفهمك. ولذلك إحنا بقينا في عصر لم يعد فيه الناس يسمع لا لله ولا لنفسه ولا لضميره. ولذلك أنا بقول لكم إيه، الناس اللي بتقعد تطلب مننا قصر الحلقات، اعمل الحلقات 5 دقايق واقلب، يعني هو دول مالهم؟ دول ما عندهمش وقت سيادتك يسمعوا، دول عايزين يشوفهم ويجرم. النوعية دي من الناس طالما الحلقات طويلة عليكم، لأن أنا بتعمد إن الحلقة تغذي مسمعك. أنا عايزك لما بتتلقى بيانات حميدة من القرآن تقعد تتلقاها وتشربها وتسمعها بالراحة، لأن كل ما أنت السمع بطيء، القراية أو الرؤية سريعة، السمع بطيء. ولذلك لو أنت ما أنتش قادر على السمع عندك الكتب اقراها، تقدر تقرا وتختم زي ما أنت عايز وتخلص الصفحة دي وتمشي. ولكن لما تيجي تسمعني لازم تهدي أعصابك، لأن طبيعة حاسة السمع كده. لأنك لو ما هديتش أعصابك وأنت بتسمع كلام عن القرآن يبقى مش هتعرف تسمع كويس القرآن نفسه، لأن القرآن محتاج منك هرجع تاني وأقول لك مثال الأب. الولد وهو بيسمع أبوه بيعمل إيه؟ بيهدى كده وبيحني راسه كده وبيقعد يسمع. أما الولد اللي مش بيسمع أبوه بيقعد بقى يبص فوق ويقعد، ما بيبقاش عنده الهدوء، البطء، لأن السمع بيحتاج منك شوية بطء. ربنا سبحانه وتعالى أمرك بالاستماع وهيعطيك ما لا تتخيله مقابل استماعك، مقابل سمعك، لأنك بتستقبل، فأنت فتحت أبواب الاستقبال. والله أنت ما شوف، أنا بقول لك طريقة عملية، أنت مش متخيل الطريقة العملية دي قد إيه ناجحة. يعني انت مش عشان تستقبل من ربنا الخير والفضل تقعد تجتهد وتعاني وتفحت في الصخر. اسمع بس، بتستقبل، كن يعني منصت حسن تكن مستقبل لكل الخيرات. جميل. ليه؟ لأن القرآن هو معجزة وآية سمعية. وعلى فكرة إعجاز أو آية القرآن كمعجزة سمعية أو كآية سمعية أقوى من الآيات المرئية. ليه؟ لأنه صوت، الصوت بيحوي كل حاجة. أنت بقى بتحترم الصوت ده، على قدر احترامك للصوت على قدر ما الصوت هيديك شوية حاجات والله بتوع الصورة ما يتخيلوها. ليه؟ لأنك على حسب انت بتسمع لمين، على حسب كل واحد بقى يعطيك مما لديه. انا بسمع ربنا خلاص هيسمعني حاجات ما يتخيلهاش بتوع الصوره وبتوع الضوء. طيب، فالقرآن معجزه سمعيه. انت تعرف كمان ان امه العرب اساسا امه سمعيه، الامه الوسطه دي، وكذلك جعلناكم امه وسطا، دي امه سمعيه. والقرآن نزل على نبي من الأنبياء من فرع إسماعيل. يعني إيه إسماعيل؟ ما معنى إسماعيل؟ أنا هعمل لكم إن شاء الله فيديو هشرح فيه نهايات الكلمات، الحروف اللي في نهاية الكلمات. يعني مثلا رحمن، آن دي معناه إيه؟ إنسان، مثلا شيطان، سلطان. النهاية بتاعت الكلمة بتفهمك معنى النهاية الصوتية بتاعت الكلمة. علم الصوت ده من أعظم العلوم، أعظم علم، علم الصوت. فبقول إسماعيل عبارة عن مقطعين، اسمع زائد إيل. طبعا إيل دي معناها المتصف بالشيء، هبقى أشرحها بالتفصيل إن شاء الله. إيل وآل وأول، يعني ألف لام الكلمات اللي زي ميكال، وإيل زي إسرائيل أو إسماعيل، وقول مثلا زي محلول أو إلى آخره من الكلمات المتشابهة. فبقول إسماعيل عبارة عن اسمع إسماعيل، وبالتالي من إسماعيل عليه السلام جاء النبي محمد الذي نزلت عليه الآية العظمى الصوتية السمعية. أنت مش متخيل، أنت مفكر إن الصورة اللي أنت بتحب تشوفها أو البصريات أو الأفلام أو الفوتوشوب أو 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 الإنترنت والمسائل، مفكر إنها بتغذيك كويس. والله ما بتغذيك، بتضرك. السمع هو اللي هيغذيك كويس، ولذلك أبسط حاجة تعملها من الفيديو ده إنك تسمع لربنا، تسمع لكلام ربنا، تسمع له، مش تشغل القرآن وخلاص. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. طيب، في بقى عندك الوقت معلومة جميلة جدا. الأصوات أيها المستمع الكريم، أيها المستمع، شوف الكريم مش أيها المشاهد، لأن في الآخر ده صوت طالع مني لقلبك، ده صوت مش عبارة عن صورة وديكور، صوت أيها المستمع. الأصوات أيها المستمع الكريم وضعها الله في سلم. يعني إيه؟ اسمه السلم الصوتي. عارف شكل السلم أو السلم الدرجات كده؟ يعني إحنا عندنا السلم له شكلين، الشكل ده اللي هو كده تطلع فيه تتسلق للسطح أو حاجة، أو السلم المعروف اللي هو الدرجات كده، مش كده؟ جميل. أيا كان الشكل لازم تكون عارف إن أصوات وضعها الله على سلم. خلينا ناخد الشكل ده مثلا بتاع السلم. لو وقفت على الدرجة دي تسمع أصوات، لو طلعت للدرجة التانية تسمع أصوات تانية، لو طلعت للدرجة التالتة، كل ما بتطلع درجة في السلم كل ما الدرجة دي بتسمعك حاجة غير الدرجة اللي تحتها أو اللي فوقها. فوضع الله سبحانه وتعالى الأصوات على سلم اسمه السلم الصوتي. جميل. ولذلك الودن بتاعتنا بتاخد أو بتميز درجة واحدة من السلم الصوتي. فمثلا الكلاب أو الأفيال أو الحيوانات بتسمع درجة أو درجتين من السلم ده. ممكن تسمع الزلازل، ممكن تسمع أصوات حيوانات أو بتاع، ولكن ودنك ما بتسمع. أنت مثلا ما بتسمعش الهضم، ما بتسمعش نبضات قلبك، ما بتسمعش أصوات جواك، ما بتسمعهاش، لأن ربنا جعل سمعك على بسطة أو درجة في السلم الصوتي. ربنا بقى سبحانه وتعالى أعطى للحيوانات درجات تانية، فتلاقي الحيوان ده بيسمع درجة تانية من السلم أنت ما بتسمعهاش. ربنا بيقول إيه؟ أم لهم سلم يستمعون فيه. الناس التي لا تؤمن بالله ومفكرة نفسها ماشية على الصح، ومفكرة نفسها سادة الأرض، ومفكرة نفسها ملكة الكون وفاهمة الدنيا. ربنا بيقول أم لهم سلم يستمعون فيه، لأن أصلا لن يستطيع أحد فعلا إنه يعرف الدنيا ماشية إزاي إلا لو بيسمع، عنده سلم بيسمع فيه، مش بقى عنده شوية علوم في معمل بيشوفها. لا لا، ربنا بيتكلم على الحاجة الصح. أم لهم، وهم طبعا ما لهمش، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمع. أنا قلت لك من شوية في مهنة اسمها المستمع. فليأتي مستمعهم بسلطان مبين. الموضوع المستمع ده أو الاستماع من أهميته لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يستطيع أو يمكنه تلقي الوحي إلا بالسماع. يعني الوحي ده عبارة عن إيه؟ القرآن اللي بين إيدينا إزاي النبي خده؟ هل هو نزل كتاب كده مكتوب فهو مسكه في إيده وقال للناس اتفضلوا، ولا ده كان صوت بيسمعه ويهديه الله إلى طريقة كتابته؟ ده الصوت بيتسمع ويتكتب بالشكل ده، ولكنه في الأساس إيه؟ صوت بيتسمع. جميل. يبقى إذن الصوت الأصوات موضوعة على سلم. ممكن نبقى نتكلم ونعمل دورة كاملة عن السلم الصوتي. هقول لك على الموضوع ده مليان يعني روائع، موضوع الصوت ده. هقول لك على حاجه جميله. الحاجه دي انا بقولها لك دلوقتي علشان اوريك ربنا سبحانه وتعالى قد ايه فضله علينا كبير. ربنا يعني ايه الكلام اللي انا هقوله؟ الصحابي الجليل علي بن ابي طالب، طبعا بالنسبه للصحابه علي بن ابي طالب من اعلمهم، هو وعبد الله بن مسعود او عبد الله بن عباس، ابن عباس على ما اتذكر، ابن عباس يبقى علي بن ابي طالب وابن عباس دول اكتر اتنين من الصحابه كانوا عندهم ايه؟ عندهم حاجات علميه حلوه كده. حلو. حتى النبي وفقا لحديث بيقول انا مدينه العلم وعلي بابها. طبعا العلم وعلي بابها في الجيل اللي كان موجود ساعتها، ولكن ربنا وعلمه اوسع بكتير. فواذا تفضل الله على عبد واتاه علم، فلا تقول لي بقى جيل معين ولا تقول لي بتاع. هديك المثال دلوقتي. سالوا علي بن ابي طالب رضي الله عنه، قالوا له ايه؟ قالوا له من اشد خلق الله؟ من اقوى خلق الله؟ انا دلوقتي هقول لك اجابه علي بن ابي طالب وهقول لك هل الاجابه دي صح ولا غلط. هتقوم انت تقوم شهاده حاجبك كده، ها؟ وتقوم قايل لي اكيد صح. اقول لك هدي اعصابك شويه. العلم لله. هدي اعصابك. لما سالوا علي بن ابي طالب من اشد خلق الله؟ من اقوى خلق الله؟ قال لهم ايه؟ قال لهم 10، دول اقوى خلق الله. الجبال، والجبال اقوى منها الحديد، والحديد تذيبه النار، والنار تطفئه الماء، والماء يفرقه الريح، والريح أقوى منه ابن آدم، يلتحف بحاجة أو يمشي ياخد جنب أو ستر فيغلب الريح، ويعني ابن آدم أقوى من الريح وفقا لإجابة علي بن أبي طالب. واللي أقوى من ابن آدم النوم، واللي أقوى من النوم السكر. المهم في الآخر هيوصل للهم إن ده أقوى مخلوق وأشد مخلوق، إن أشد مخلوق وفقا لإجابة علي بن أبي طالب الهم، بعده السكر، بعده النوم، بعده الإنسان، بعده الريح إلى آخر 10 حاجات قالهم في الإجابة بتاعته. طبعا في إدراك الناس اللي موجودة ساعتها في زمانهم الإجابة دي مناسبة ليهم، ولكن في عصر العلم اللي احنا فيه ده، في عصر التفاصيل العميقة اللي احنا فيها، هذه الإجابة غير صحيحة. أمال إيه الإجابة الصح؟ أقوى خلق الله مترتبة زي ما هقول لك كده. إجابة علي بن أبي طالب لما بدأ بالجبال فهي صح، وده المستوى الأخير، إن أقوى خلق الله الجبل. ليه؟ دي مش من عبث، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول والجبال أوتادا، فلما تجلى ربه للجبل، ربنا سبحانه وتعالى لما اختار إنه يتجلى لحاجة في المخلوقات اختار الجبال لأنها أشد المخلوقات، فطبيعي إن أقوى المخلوقات على الأرض الجبال بترتيب عكسي. أقوى من الجبال المعادن، الحديد، ولذلك ربنا قال ايه؟ قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. تحس التصاعدية هي، فأقوى حاجة هي الحجارة اللي هي الجبال، وأقوى منها المعادن، فالمعادن بتفتت الجبل أو بتكسر الجبل. يبقى ده واحد وده التاني. اللي أقوى من المعادن مين؟ النار. النار بتذيب المعادن، النار بدرجاتها في الكبيرة، النار يبقى ده ثالث أقوى مخلوق. واللي أقوى، خد بالك أنت كل ما بتطلع في الترتيب كل ما بتوصل لمخلوق خارق. ولذلك إجابة علي بن أبي طالب إن أقوى من الريح الإنسان. الإنسان أقوى من الريح، كلام غير صحيح بالمرة. الريح الإنسان مش أقوى منها نهائي، الإنسان أضعف من الريح ومن الجبل ومن المية. إنسان أصلا ما يتحطش هو والسكر والهم والنوم، ما يتحطش في أقوى خلق الله أساسا. أقوى خلق الله دي مخلوقات ثابتة. زي ما بقول لك الإجابة كده، أقوى خلق الله الجبال، وأقوى منها المعادن، وأقوى منها النار، وأقوى منها الماء، وأقوى من الماء الريح. الريح هي اللي بتحرك المية، هي اللي بتشق المية، هي اللي بتفرق المية، هي اللي بتبخر المية، فالريح أقوى من الماء. وأقوى منهم جميعا وإليكم بطل القوة. ده بقى أقوى ما خلق الله. هذا الذي لم يوجد في إجابة علي بن أبي طالب. أقوى خلق الله الصوت. الصوت أقوى خلق الله، أقوى من الريح والماء والنار والمعادن والجبال. ولذلك لما أنت تقول الهم أقوى، الهم أصلا مش مخلوق، هو عبارة عن شوية أفكار ومشاعر. فمن أقوى خلق الله؟ لا الهم ولا السكر ولا النوم. أقوى خلق الله الصوت. ربنا سبحانه وتعالى حينما أراد أن يهلك قوم عاد أرسل عليهم حاجتين. أرسل عليهم الريح اللي هي تاني أقوى خلق الله، وأرسل عليهم إيه؟ الصيحة، أول وأقوى وأشد خلق الله، الصوت، الصيحة. تعال نشوف كده الريح أهلكت قوم عاد في فترة قد إيه؟ والصوت أهلك قوم عاد في فترة قد إيه؟ شوف كده، ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما. يعني الريح قعدت 7 أيام و8 ليالي عما خلصت عليهم. الريح اللي هي تاني أقوى خلق الله قعدت أسبوع عما خلصت على الناس دي. لكن الصوت، فربنا بيقول إيه عن الصوت بقى؟ أرسلنا عليهم صيحة واحدة، ما كانت إلا صيحة واحدة، فكانوا كهشيم المحتضر. صوت واحد كده، يعني صيحة واحدة دمرت الناس على بعض في لحظة. أقوى خلق الله الصوت. ولذلك ربنا لما بيعذب أو بيهلك، ده مش عذاب، ده إهلاك. لو وصل الإهلاك للصيحة تعرف ده الكون كله هيقف وينتهي ويتلاشى بالصيحة. يوم يسمعون الصيحة بالحق. مش ربنا بيقول ونفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الصيحة دي عبارة عن إيه؟ والنفخة دي عبارة عن إيه؟ صوت. يعني أقوى خلق الله الصوت. أنت تعرف لو الصوت زاد، يعني لو ربنا سلط الصوت على حد ممكن يتحرق. يعني عارف لما كانوا بيجيبوا كوباية أو كاس ويعزفوا جنبه بجيتار ويفضلوا يعزفوا يعزفوا لغاية ما الكاس يقوم مفرقع ويتكسر، مع إنك أنت ما قربتش من الكأس ده بأي حركة مادية، أنت عملت صوت بس. هذا الصوت كان قادراً على كسر وتهشيم هذا الزجاج. ده تجربة بسيطة. تخيل بقى الصوت ده من عظمته يقدر يعمل فيك ايه؟ طبعا بالإيجاب والسلب. يقدر الصوت يحييك. هو ربنا خلق بايه اصلا؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول. يقول دي يعني ايه؟ يعني صوت. ان يقول له كن فيكون. فربنا خلق بالصوت ويفني ويهلك بالصوت. أعظم مخلوق في الكون الصوت. وطبعا الإجابة اللي أنا قلتها دلوقتي اللي هم ال6 حاجات دول أصح وأدق وأحق وأوثق وأكثر توافقا مع الوحي ومع كتاب الله من إجابة علي بن أبي طالب عليه السلام. لأن العلم يؤخذ من الوحي. كل ما تقرب للوحي أكتر، كل ما تسمع أكتر، كل ما ربنا يوريك ما هو أعمق وما هو أعمق. وإحنا طبعا في زمن يحتاج هذه الدقة وهذا المستوى من العلم. طيب، يبقى إذن الصوت يقدر، لو أنت مريض عندك علة عجز الطب عنها، درجة من الصوت يعلمها الله، عشان ما تروحش تقول لي السبليمينال. في ناس كانت بتسألنا من فترة عن موجات ترددات صوتية موسيقية بيسمعوها تغير لون عينيه، تغير لون شبكية عينيه، فيبقى أزرق ولا أصفر ولا أخضر ولا أيا كان اللون. الصوت اللي بنتكلم عليه ليس صناعة بشرية. يعني مثلا أنت مريض، الصوت اللي أنت هتسمعه فيشفيك مش هيبقى صوت موسيقى معمول بالبيانو، هيبقى صوت طبيعي موجود في الحياة في الطبيعة. فقط بس ربنا يهديك إيه التردد الصوت ده، فتروح تستعمله فيبدأ يعالجك أو يحييك أو يموتك على حسب بقى الصوت، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الصوت أعظم شيء في الكون، ولذلك الصوت ده ينقل عليه العقاب. ربنا بينقل على الصوت عذابه، بينقل على الصوت رحمته، بينقل على الصوت أمره، بينقل على الصوت كل حاجة. الصوت هو المركبة التي تنقل كل شيء إلى المخلوقات كافة. يبقى إذن أيها المستمع الكريم، إن لم تنشط حاسة السمع، إن لم تكن سميع، وإحنا أصدرنا قبل كده على موقع aminsabry.net شرح كامل لاسم الله السميع، برضه نفس الكلام. من روائع الوحي، من روائع القرآن الكريم، إنك تسمع عن السمع. زي الحلقة دي في حد ذاتها أنت سمعت مني كلام عن السمع. أصلا ما حدش بيتكلم عن السماع، فضلا عن إن ما حدش بيسمع في هذا الزمن اللي احنا فيه. ولكن سمعت أو ما سمعتش، سيظل السمع هو طريق النجاة. ربنا بيقول: إنما يستجيب الذين يسمعون. وبيقول: إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولذلك إن لم تنشط حاسة السمع والسماع لديك، ستضل، ستهلك، ستمرض، ستخسر، كل حاجة سلبية. وعلى العكس، إن بدأت في الاستماع إلى ترددات صوتية معينة يعلمها الله ويرزقها الله لعباده. على فكرة التواصل مع الملائكة صوتي. يعني أنت ممكن تبقى مثلا داخل شارع معين وتسمع صوت بيقول لك بلاش خش الشارع ده. ده صوت مين ده؟ ده الملائكة. الملائكة ما بتظهرش للإنسان في شكل بصري يشوفه، لا هي ولا الشياطين ولا الجن، ما لهمش أشكال أصلا. هم عبارة عن مخلوقات غير مرئية يمكن للإنسان الاستماع إليه. ما أنت بتسمع الشيطان أصلا تلقائي، ما أنت أساسا عايش معاه وسامعه ليل نهار، بس ما أنتش واخد بالك وما أنتش عارف تميز ما بين صوتك وصوته، بقى متقاربين لبعض. وبالتالي أنت كده كده غصب عنك بتسمع، بس أنت بتسمع إيه؟ لأن الأصوات كلها موضوعة على السلم الصوتي. ربنا بيقول: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. لأن الأصوات دي أعظم حاجة موجودة. ولو كان العلم الغربي اتأسس على الصوت كان أكرم بكتير وأفيد بكتير مما لو كان اتأسس زي ما هو حاصل على الضوء وعلى الصورة وعلى النار. الكلام عن السمع ذو شجون ولا ينتهي، ولعل وعسى إن شاء الله مرة تانية أبقى أكلمكم في مزيد عن السماع، لأن ده موضوع رائع هو الأساس في الوحي. وعندكم في موقع aminsabry.net اسم السميع اللي عايز يستزيد في هذا الأمر. وزي ما قلت لكم أن الصوت هو أقوى مخلوق خلقه الله عز وجل، وهذه الإجابة هي الإجابة الصحيحة وهي الإجابة المناسبة لزمننا. نشوفكم على خير إن شاء الله في حلقة جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.